يعني بجد انا شخصيا سعيده جدا بالفقره دي، لان هو فنان مميز وصديق طبعا، وفنان مميز اهلاوي جدا، وانا بحب بقى النوعيه دي من الفنانين بصراحه. ومن الفنانين زي ما كنت بنوه في نهايه الفقره اللي فاتت، اللي هو بنفسه قال لنا يعني وش قناه الاهلي والبرنامج حلو عليه، فخلينا بقى نعرف من وقتها لحد دلوقتي ايه اللي جد. وطبعا هو ما شاء الله بيشارك كمان في اعمال ضخمه في رمضان، زي ما كنت بقول لحضراتكم الاختيار السنه اللي فاتت، والسنه دي برده عمل درامي كبير جدا، الكتيبه 101. خلينا نرحب بضيفنا العزيز معتز حسين. مساء الفل والهنا، ومنورنا بجد يا معتز والله. مساء الفل يا نهاوند. مساء الفل يا كابتن عيسى. منور الدنيا يا معتز، واهلاوي صميم جدا. يسعدنا ان انت تكون معانا، ونقعد بقى نتكلم في كل حاجه، في الكوره وفي الفن، كل حاجه. أنا اولا بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طيب رمضان كريم عليك وعلى اسره قناه النادي الاهلي الجميله. اولا بتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، كابتن النادي الاهلي، يعني كابتن بيبو. يعني بصراحة أتمنى له الشفاء في أسرع وقت، للنادي الأهلي فعلا محتاجه الفترة دي، وكل جماهير النادي الأهلي محتاجاه. فأتمنى له الشفاء يعني في بداية اللقاء معاكم. إن شاء الله يرجع أحسن من الأول، وتطمن حضراتكم زي ما كنا بنقول أنا وهيثم بإذن الله، يعني هنتابع خطوة بخطوة على قناة النادي الأهلي، وعلى كمان أكيد النادي الأهلي لو في أي بيانات نقول لحضراتكم هنطمنكم. طبعا ناس كتيرة جدا قلقانة، ناس كتيرة جدا بتحب وبتعشق كابتن بيبو، فبإذن الله يقوم بألف سلامة يا رب بإذن الله. خلينا بقى نبتدي معاك في ذكريات رمضان. أيوه، عشان نعدي كده يعني بسرعة على ذكريات رمضان. كنا بنقول في اول حلقه، ومش عارف كنت انت اكيد بتشوفنا، كل واحد مرتبط بذكريات. ايه الذكريات اللي مش ممكن تنساها عن رمضان؟ في رمضان طبعا. نرجع بقى لزمان شويه. ايوه طبعا. احلى ذكريات زمان. زمان اصلا. يعني ايام المدرسه. ايوه. كان الواحد بيقضي اليوم كله يلعب كوره. عشان وانت صايم. واحنا صايمين نكسر بقى صيامنا بقى بلعب الكوره ودورات وكوره. دورات رمضانيه. نعملها في الملعب كده. تلعب كوره حلو؟ كنت بلعب كوره زمان. لعيب كوره. كنت بتلعب مركز ايه طيب؟ انا كنت بلعب باك رايت في الكوره، وكنت لعيب هاندبول، وكنت جون هاندبول بقى. ايه ده؟ يعني تعالى بقى سيبيني بقى بتاعتي وعلي انا بلعبك بقى يا هيثم. تعالى لي بقى. بس الاكتر هاندبول. هاندبول كنت بتلعب خط خلفي ولا وينج؟ انا كنت جول كيبر نادي اليوبلس فيرست تيم. ايه ده؟ قعدت بتاع 14 سنه هاندبول. نهاوند شفت ده اكتشاف، في مفاجآت. اكتشاف. كنت بتلعب في اليوبلس جول كيبر. جول كيبر. بطلت امتى؟ بطلت وانا عندي 26 سنه 27 سنه، جالي اصابه في مفصل الحوض كده. حركات الرجول صعبه بالظبط، فقلت خلاص فتح الحوض والكلام ده صعب جدا، بطلنا بقى. بس اقول لك على حاجه، انا والله لما شفتك في كواليس قبل ما نخش في القناه بره، انا جسمك وشكلك، انا مش عايز اقول لك ان انت يعني رياضي مش كوره كمان، انا حسيت ان انت كنت بتلعب حاجه. انا والله ليا نظره، بس انا ما قلتلكش كده. بس انا بلعب رياضات كتير من وانا صغير، يعني هاندبول وكوره وبوكس و... وعلى طول بلعب رياضه الصبح، لازم اروح الجيم. عندي ساعه في اليوم الصبح او ساعه ونص جيم، جري، سباحه، لازم في اليوم، في كل يوم الصبح ساعه رياضه. يمكن ده اللي ساعدك في الادوار برضو اللي بتاخدها. فكره ان انت تبقى ظابط، وظابط يعني في الجيش وحاجات زي كده، اكيد فرقت بشكل كبير. طبعا القوام بيفرق. ان هم طبعا لما بتيجي تترشح، اي ممثل بترشح لدور من الادوار اللي فيها ظباط او حاجه، بيبص على القوام بتاعه في الاول، لان ده في الحقيقه اللي بيحصل. طبعا. خاصه لو ظابط صاعقه كمان زي الاختيار او زي الكتيبه 101، بيبقى ليهم نمط وجسمان وطول لازم يكون. فالحقيقه ما شاء الله عليك، انت محافظ على نفسك بشكل كويس حبيب. وكمان انا فاجئتني لما قلت لي بتلعب رياضه، والاهم كمان بيلعب يد. معلش انا وانا لا اصل هيثم انت عارف كان بطل يد. يعني الباسكت انا بحب الباسكت، بس اليد والسله والطايره كلهم ولاد عم، زينا كلنا بنتمرن على سله واحده. طيب الذكريات هي كانت لعب الكوره. طيب الفن ابتدينا امتى؟ ايوه انا بدات بالظبط في 2008 2009 تاخد الورش، ورش التمثيل بقى مع الاساتذه والدكاتره كبار زمان بتوع المعهد، وابتديت بقى خطوات كل ورشه اخلصها اروح اشوف، اسعى للورشه اللي بعدها، اسعى للورشه اللي بعدها. وبدات اعلانات زمان، بعمل اعلانات كتير، ومن طريق الاعلانات ابتديت بقى اخش في مجال السينما والدراما بقى، مشاهد صغيره، حلقات صغيره، لغايه لما الحمد لله الواحد كان بيطلع السلم بالتدريج، وده اللي انا كنت عايزه. يعني ما كنتش حابب ان انا مستعجل. لا مش مستعجل خالص. خالص عمري ما كنت عايز استعجل على حاجه، والعكس، وحتى دلوقتي مش مستعجل. يعني انا عايز لما يجي لي حاجه في يوم من الايام اكون متمكن منها. برافو عليك. ما كنتش حاجه اللي هو عايز اعمل زي ما اقول لك حشو حاجه وخلاص ويقول لك يلا. لا بالعكس، بس دلوقتي حاسس ان انا ماشي بخطوات كويسه ثابته فعلا. حاسس يعني لمسين الحقيقه، واكيد الباقي بقى بتاع ربنا يعني. طب الشفت من الرياضه نهاوند بيبقى يعني من الرياضه للفن،
الشفت ده حصل ايه؟ مين ايه يعني؟ بيبقى خلي بالك الرياضيين بيبقى عندهم فكر مجنون شويه. طبعا بيبقى عنده فكر مجنون والناس مش مصدقاه. هو مجنون لان هو انت في اللعب ملعب تاخد قرارات مجنونه. دي حقيقه. فايه اللي خلاك يعني ده الناس تقول ده ضرب من الجنون، ان انا من الرياضه اروح مبطل باصابه اروح بعد كده اتوجه للفن وابتدي من الاول؟ ايه اللي عمل الشفت ده؟ هو كان الشفت ده انا كنت عايز اعمله من زمان. كنت حابب ان انا بعد ما اخلص ثانويه عامه اخش معهد فنون مسرحيه او معهد السينما تدرس. ولكن طبعا انت عارف الاهالي بتقول لك جامعتك ودراستك وشهادتك تمام. خلصت وانا بخلص الجامعه جات لي الاصابه في الهاندبول، حاولت ارجع تاني ما قدرتش، كان محتاج عمليات وكده، فما كملتش يعني. فاتجهت للورش وابتديت ادرس بقى. فكره ان انت مش عايز تبقى ممثل بالصدفه، في كتير قوي بيبقوا يعني اللي هو اخد دور اكلم حد اشوف كده حاجه اروح اقف في التصوير يمكن دوني دور، لا انت واخدها من البدايه او من الصفر وبتدرس عشان انا لمسه ده وانت تاكد لي، انت مش عايز حد يبقى ليه جميل عليك، انت عايز لما تدخل ابقى واخد ثقه واقف على رجلي بنفسي. والحمد لله انا عايز اقول لك على حاجه، والله العظيم انا ما كل الحاجات اللي انا اشتغلتها بمجهودي صحيح ورزق وسعي وفي الاخر توفيق من عند ربنا، مفيش حد جدا. الحمد لله جاملني في حاجه وده الحاجه اللي مخلياني انا ماشي صح وكويس. لو حد مش بيجامل هو بيرشحك، هو شايفك ملائم للدور وده طبيعي، دي حاجه يعني ليجل وكويسه وكل حاجه ان حد يرشحك لدور، وده ثمر جهدك والباقي عليك مجهودك وسعيك. بالظبط، اترشحت بناء على جهد ومجهود انت عملته. بالظبط. لكن معظم الحاجات اللي بتحصل في ناس بتقول لك يلا جرب يلا امشي يلا اشوف. وللاسف في ناس بتمشي، بس انت هل انت في الاخر انت قد المسؤوليه دي؟ صحيح. وفي الاخر الناس لو شافتك في 15 20 حلقه طالع طول النهار دمك انا اسف يعني مش مهضوم مش مهضوم، ولكن ممكن تطلع في حاجات صغيره بس بتعلم مع الناس. خلي بالك هوند ليها تجارب تمثيليه يعني، هي حاسه باللي انت بتقوله. فانا ماليش تجارب، فانا مش حاسس باللي انت بتقوله. فكرني لا انا عملت مسلسل كده في رمضان من سنتين انت عارف. بس لا هو بس فعلا كويسه فيه على فكره. انا قالوا لي كده والله، انا يمكن فنانه وانا مش عارف. انا عايز اقول لك ان انت كنت كويسه حتى في التليفون. انا شفت المشهد وانت بتتكلمي في التليفون في العربيه. كنت بكلم شيرين رضا وبنتخانق. يعني انا باخد بالي من حاجات كتيره وبامانه مش عشان كمان يعني معتز معانا، لا انت كاركتر يليق في كل حاجه. يعني انا شايف كده ومش بقول كده عشان انت اهلاوي ومتحيز لك، لا والله ابدا اهلاوي صميم. لا متعصب جدا. لا والله متعصب جدا. انا ركزت معاك وجبت لك شفت لك فيديوهات كتيره قبل ما نيجي الحلقه. لا انت انا بقول رايي، انت كذا نوع من الدراما تقدر تقدمه. الحمد لله. يعني عايز اقول لك عمل دور اعمى قبل كده. انا بقول لك انا شايف كده. مسلسل جمال الحريم بصراحه دي كان حسيت ان ده اول اختبار ليا. بس كان حلو جدا. صعب جدا تبين للناس ان انت ما بتشوفش وانت موضوع صعب. كنت خايف من الدور وقلت في اكتر من برنامج واكتر لقاء ان انا كنت بفكر اعتذر عن الدور من كتر صعوبته، ولكن اتمرنت عليه ودرست. ازاي اتمرنت بقى؟ لما انا كنت عايز اروح لده، انت راجل رياضي وعارف ان مهم التمرين، اتمرنت ازاي؟ شفت ناس كانت بتشوف فقدت بصرها، شفت ناس مولوده كفيفه، شفت ناس كبيره في السن ابتدت تفقد البصر وبتخبط. ابتديت الم من شفت افلام كتير. برافو. ابتديت الم بقى افكار والاحساس والحاجات دي، وابتديت احس نفسي ان انا فعلا لما بخش اللوكيشن ان انا مش شايف. يعني برافو. يعني كنت بوصل الكرفان اقعد احفظ المشهد بتاعي. بس وانس انه بيخبطوا عليا داخل على الشوت بتاعي انا بمشي بالعصايه لغايه لما يوقفوني، انا مش شايف اي حد. لا اتفرجت على ممثلين يعني مثلا الكتكات، اصل ده اكبر اكتر فيلم. بس طبعا هو الله يرحمه محمود عبد العزيز فنان الكبير كده كلنا بنحبه. مثله بطريقه مختلفه شويه العمى يعني. في كوميديا. بس هل اتفرجت على ادوار كده؟ شفت مسلسلات وافلام كتير، وكنت بخش على اليوتيوب واكتب مثلا افلام او مسلسلات او شوتس من مستشفيات او حاجات ناس ما بتشوفش، واشوف بقى بالانجلش وبالعربي واقعد احاول. يعني انت شفت نماذج حقيقيه وشفت كمان التمثيل فيها. طبعا كان لازم. انا بقول لك انا اتفرجت زي ما اتفرجت على هواند والتليفون والمشهد ده عجبني جدا. هي كانت بتتكلم فنانه. لا اقنعتني. انا في المشهد ده كرهتك. يعني بكلمك بقى ده نجاح للممثل على فكره. زي ما انت مثلا متقدم دور اعمى اتعاطف معاك. بالظبط. وده اللي شفته في المشاهد بتاعتك، ان انا فعلا اتعاطفت معاك. فانت لا انت ما شاء الله موهبه. انا بقول لك ان شاء الله هتكسر الدنيا ان شاء الله. لان انت تنفع في ادوار رومانسيه، تنفع في ادوار رياضيه، ادوار يعني اكشن. ما شاء الله تنفع في ادوار
دراما، ويعني انا شايف ان انت ان شاء الله يعني لا هكسر الدنيا يا رب الخير، بس يجي التوفيق من عند ربنا. المهم كمان تبقى واخد بالك من حاجه عشان ما تقعش فيها معتز، الستيريوتايبنج، لان تيجي حد مثلا حد كوميديان يقول لك انت هتمثل كوميدي كله، انت عشان شكلك فعلا يعني حلو وطويل ورياضي زي ما هيثم بيقول، ما يحطوك يعني بلاش المنتجين يحطوك في حته اللي هو الادوار دي بس. لا هو فاهم عايزين اه يعني دي لا اقصد بلاش لان كتير وقعوا فيها فنانين كبار. في حاجات لازم ممثل يشوف حاجه في الاول، هل هو هيقدم حاجه للدور ولا لا. برافو. فانت كممثل هتعمل دور، طب انت شايف هتضيف للدور؟ لو هتضيف له جوان، مش هتضيف له حاسس انه هيطلع منك كليشيه والناس خلاص يعني. هو الموضوع مش هيبقى موضوع تواجد وفلوس يعني، الممثل لو فكر في تواجد وفلوس هيقع. برافو عليك. ممكن يعني بعد كده الفلوس بس مش في الاول. لكن دلوقتي لا الاول ما فيش فلوس. صراحه يعني ما فيش. على فكره دي نقطه مهمه جدا لان انا كان حكاها لي معتز من سنه تقريبا كنا بنتكلم، في ادوار بيعملها ما بياخدش حاجه علشان بس ياخد الدور. برافو عليك. فمش كل الناس كده. لا انا مش يعني انا حاجه بحبها وعايز اوصل لها، ويهمني يعني الناس لما شفتني في الشارع تنبسط. يعني انا انبسطت جدا برد فعل الناس في جمال حريم، اختيار اتنين، عائله جيجي، جروب العيله اللي احنا لسه مخلصينه في شهر 12 واتعرض على اول السنه مع الاستاذه الجميله استاذه سميحه ايوب. قد ايه اول صوره ليك معايا كمان، اول مره في حياتي يا هيثم اعمل لايت كوميدي وكان بيطلع بطريقه سلسه وكده، فدي كانت بالنسبه لي اول مره اغير من جلدي طبعا، لغايه لما الحمد لله ربنا كرم بالكتيبه 101. فطبعا ده عمل وطني، محدش يقدر يقول لي لا ولا صحيح. يتكلم مستحيل. ولا يسال الدور رايح فين ولا جاي منين. انت بتعمل حاجه لمصر قبل ما تكون للدراما. انت بتجسد شخصيات ابطال حقيقيين في قوات الرجال المسلحه الفتره الصعبه اللي احنا كلنا كنا عايشينها، فانت قد ايه بتحاول تشوف ان الناس دي تعبت ازاي وانت بتحاول تعمل زيهم. يعني احنا في الكتيبه 101 لا انا بتمرن فعلا، بتمرن قبل ما نعمل المشهد في حاجات انا فعلا يعني شوف انا رياضي وبتمرن كويس وكل حاجه، بس في حاجات انا مش قادر اعملها. ده ليفل تاني خالص. لا 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 حاجات تانيه صح. يعني قصدك تقول ان البيئه اللي بيعيش فيها ابطالنا الضباط والعساكر طبعا والقوات المسلحه عايشين في بيئه صعبه طبعا. جدا يعني حاجه انت برضو رايح تصور دور او مشهد او يومين تصوير وبتقول تعبت، امال ابطالنا دول اللي عايشين يومهم كله وسنتهم كلها وعمرهم كله بيفنوه عشان خاطر البلد. لا انا عايز اقول لك ان احنا بجد والله لازم حتى الحاجات اللي عملناها في التصوير ما تجيش يعني 1% من اللي هم عاشوه. احنا في التصوير في الكتيبه 101 انت كل اللي حواليك دول عساكر حقيقيين، ضباط وقاده حقيقيين بيوجهوا لك الحاجات اللي هم شافوها وعاشوها عشان انت تقدمها للناس. هو مش موضوع سكريبت وسيناريو شركه صحيح. انتاج وحاجه رمضانيه لا 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 خالص. طبعا شؤون معنويه، مخابرات حربيه معاك، قوات صاعقه، قوات مشاه، جو كامل من الواقع، طائرات بتطير حواليك في انت بتصور في الحتت اللي في الصحراء. حسيت بايه يعني انت وانت في الجو ده؟ يعني بص انت ابتسمت لان انا راجل يعني دخلت الجيش وكلنا دخلنا الجيش، بيبقى في لحظه كده بتحس فيها بالفخر ان انت لابس بدله القوات المسلحه. انت بس بإيه؟ مجرد لما تلبس البدله والله العظيم مش بقول كده، بس مجرد لما تلبس البدله بتاعت زي العسكري سواء جيش او شرطه انت بتحس بفخر وعزيمه وانتماء للوطن، تحس ان انت بجد يعني تحس بالمسؤوليه. مسؤوليه حتى بالزبط. لو انت مش لابسها حقيقي يعني صح، انت شايل على كتافك حمى شعب. انا بشوف ده او بحسه زي ما كنت بقول لكم في الممثلين. يعني يمكن على فكره الهوجه اللي طلعت، بس احمد فلوكس من الممثلين انا حسيت وانا بتفرج هو فخور بالبدله رغم بقى الكلام الانتقادات اللي خدها يعني، بس انا شفته عمل دور كويس جدا في فيلم الممر. انا مش الاختيار بس كان برضو لابس البدله العسكريه، فانا حسيت الروح هو فعلا تقمسها، هو بالزبط. فعلا حابب البدله اللي هو لابسها فطلع لنا ده، ف دي بتبقى باينه. خلي بالك يعني انت عارف يا معتز انا اسف في صوره جات لك في البدايه يا ريت يعني يجيبوها لنا وانت قاعد جنب تقريبا احمد عز على ما افتكر او مش فاكر مين اسر ياسين و ايسر ياسين. انا عايز بس يعني نجيب الصوره ووشك انت تقمصت دور يعني انت انا افتكرتك ظابط يعني معلش يا جماعه هاتوا لنا الصوره تاني هي في البدايه كده الصوره دي انا وانا ببص على وشوشكم لا انت عايش الدور يعني الضباط بيبقوا كده. الصوره دي احنا فعلا قاعدين بنرسم خطه لاقتحام وكر من البؤر الاجراميه في سيناء،
واحنا الثلاث شخصيات دول ثلاث شخصيات حقيقيين جدا باختلاف الاسامي بتاعتهم. فانت المفروض قاعد مركز في حاجه فعلا، انت بتاخد قرار وبتاخد امر وبتاخد حاجه على اقتحام وكر فيه التكفيريين والعناصر التكفيريه، فلازم يكون بين عليك تركيز وان انت فعلا حاسس بالدور. صح. صحيح. وانا بصراحه عايز اقول حاجه من خلال قناه النادي الاهلي، يعني انا مبسوط من الفتره دي بقى في حاجات للجيش والشرطه كتير سواء في الدراما او في السينما، لان لازم الشباب الصغير اللي هم في سن معين خطير جدا، سن خطر انا بشوفه، اللي هم ما يعرفوش يعني ايه الجيش والشرطه. الصوره هي يعني الصوره، يعني انت واخد دور، وحتى تشبيكه ايدك بوضع كتافك، يعني انت واخد شكل. انا لو ما اعرفش او الصوره دي جت لو دي صوره حقيقيه، ما هو صح ولا غلط؟ الصوره دي بيطلع مني قرار ان احنا خلاص هنقتحم وهنعمل. فانت بتفكر بتشوف الرسومات اللي بتتعمل في الخطه، هل انت هتعمل ايه؟ التضحيات اللي هتروح ازاي؟ فانت بتاخد قرار وتوكلنا على الله. التركيز وتكشيرة الوش والقرار صعب، الفيتشرز والقعده والبادي لانجوج، كل ده لا دي تفصيلات يعني كبيره جدا. هل قابلتوا فعلا يا معتز بعد كده اسر شهداء؟ اتكلمتوا معاهم؟ الاختيار اثنين كان فيه هنا انا ما لسه لان انا عامل شخصيه حقيقيه وهو في الخدمه. يعني انا الحمد لله يعني انا في اختيار اثنين عملت شخصيه حد في الخدمه، وفي الكتيبه 101 بعمل شخصيه برضو حد بطل من ابطالنا حقيقي وعاصر الحاجات دي كلها. فانا اتكلمت معاه وقال لك بص ما اتكلمناش بس انا شفت الصور صور. والقاده اللي حواليا يعني اللي معانا اللي حواليا كلهم قالوا لي اللي كان بيعمله لازم تعمل كذا وتخلي بالك كذا، وكان حلو جدا جدا يعني بجد جو جميل. وان انا بس عايز ارجع لنقطه بس كابتن عيسى معلش هكملها. فانا كنت بتكلم في حته ان في جيل دلوقتي من الشباب الصغير ما عندوش انتماء للوطن، ما عندوش انه الحته بتاعت ان في ناس ماتت وضحت عشان احنا البلد تبقى هاديه وكويس. فانا مبسوط ان في مسلسلات وافلام بتتعمل للجيش وللشرطه دلوقتي عشان الولاد بس يحسوا ان الناس دي قدمت عمرها وحياتها، وفي ناس اترملت واتيتمت واطفال وامهات وزوجات وكل حاجه عشان البلد دي تقف على رجليها. انا كان ليا هقول الفخر بصراحه قبل كده في قناه يعني سابقه كنت بعمل بيها، وكان معايا في الفقره فقره كامله لزوجات وامهات واطفال كلهم كانوا معايا في الحلقه. واسمع بقى قصة كل حد، واسمع وقت الوفاة، وقت لما تلقوا وفاة ابنهم أو زوجها أو أبوها، شوف قد إيه بقى وانت بتسمع هم بيحكوا طبعًا. يعني مفيش تضحية أكتر من كده، فيش تمن ممكن ان انت تقدمه أكتر من كده. في مشهد في يعني الكتيبة 101 معنا زميل من الممثلين عمل دور عسكري استشهد، فدي هتيجي في الحلقات الجاية هتبان. استشهد بقوة وبرجولة وبأبوية بينقذ طفلة صغيرة من الضرب واستشهد. ده كان عسكري معايا في يعني عامل دور عسكري في الكتيبة بتاعتي في المداهمة اللي احنا بنعملها. طيب خلينا نقول انه الفنان اكيد بيمر يعني بمراحل بتبقى صعبة في حياته، مفيش فنان ممرش بظروف صعبة، ممرش باختبارات في الكارير بتاعه. احنا بنكلمك دلوقتي وانت ما شاء الله بتقوم بأدوار بطولة بأدوار تكون معلمة مع الناس، اكيد في مرحلة في حياتك جت صعبة، مرحلة قلت اكمل ولا ارجع؟ تفتكر مرحله انت عديت بيها كده ولا الحمد لله الدنيا كانت ماشيه؟ في امل ولا مفيش امل؟ صحيح في اوقات بيجي على الواحد كده بيراجع نفسه يقول يا جماعه انا تعبت، وفي واحد بيقول لا انا لسه ما عملتش حاجه. هل مريت بمرحله زي دي؟ طبعا. تفتكر امتى؟ من قبل الكورونا بالظبط كده 2019 مثلا. يعني 2018 و19 و20 ما اشتغلتش اي حاجه في رمضان، وكنت قبلها عامل مسلسل وكنت عامل فيه دور كبير، كان مسلسل حلاوة الدنيا مع أستاذة هند صبري وأستاذة وأستاذ مين تاني كان هند صبري وأستاذ ظافر العابدين وأستاذة حلام مطاوع. كان ناجح جدا كان وقتها، مسلسل حلو قوي وأستاذ رجاء الجداوي بالظبط كان فيه، وأستاذة أنوشكا كان فيه مجموعة كبيرة من الممثلين، وعملت دور حلو الحمد لله. وخدت عليه ثلاث سنين، خدت عليه جوائز وطلعت في جميع البرامج، بعدها مفيش، قعدت ثلاث سنين اختبار صعب ما اشتغلش اختبار صعب. فجالي احباط وقلت يعني خلاص ربنا مش رايد، وجالي بعدها اشتغلت على طول بقى في وقت الكورونا حكايات بنات الجزء الرابع، جالي اللي انا
وجالي دور مهدي في مسلسل جمال الحريم، وابتدى يجي لي الاختيار اتنين، فحسيت ان في امل. يبقى اختبار صعب، وكمان انت عشت 3 سنين. لا كان شهر ولا شهرين ولا سنه. هي كانت فتره صعبه على الكل، فتره الكورونا للاسف الشديد. بس زي ما كنا بنقول عن ابطالنا في الكراسي المتحركه، ده علينا كلنا. في صعوبات لازم انت تصر على النجاح تستمر، ما حدش بينجح لو هي جيف اب زي ما بيتقال. ولغايه دلوقتي بقى على كل الاصعده على فكره. طبعا دلوقتي عندك صعوبات تاني؟ يبقى هي ماشيه حلوه اهي. لا اختيار وكتيبه. لا مش في في ناس للاسف، وانا بقولها من خلال البرنامج معاكم هنا، يمكن اول مره اتكلم فيها. احنا قلنا في الاول ان التمثيل لسه مش هنعتمد عليه. بتشوف وظيفه تانية او بتشتغل حاجه تانية كدخل، عشان طبعاً الدنيا ما تقدرش تعتمد على التمثيل. لكن تتخيل ان في ناس ممكن ترفضك في وظيفه عشان انت ممثل؟ لا مش معقوله. والله فدي يعني بتبقى عندك حل من الاثنين، يا تمسك تدغدغ دماغه انت انك بتهني طبعا، يا اما بتحس ان انت ماشي في الطريق الصح. بس انت عارف ده ممكن يكون ليه، علشان هو خايف ان انت يبقى مثلا تقول له انا عندي تصوير هغيب شهر، فممكن الاستابيليتي يعني. النجم صح، انا بغيب بست سبع ثمان شهور وجاي اضيع وقتي عندك يعني. انت بتاكد لهم ان انت هيبقى في ديديكيشن، هتبقى خالص انت. خلي بالك الازمه دي مع الرياضيين كمان، كل صاحب عمل يخاف يشغل رياضي. صدقني بص، انا ما بحسبهاش لا ان هو بيخاف، انا بحسبها من حته تانية. ايه بقى يعني؟ هي فيها حته كده نفسيه شويه. نفسيه لان انت لو انت شايفني بتقول، انت تقول ايه ده انت نجم وما شاء الله. طب انا لو نجم زي ما انت تقول ما شاء الله، ايه اللي يخليني اجي لك من 9 الصبح ل 6 مساء؟ ليه يعني؟ بضيع وقتي؟ لا عايز اشتغل. انا بالظبط، يبقى انا واحد محتاج الوظيفه ومحتاج الدخل عشان احسن من دخلي. بس ده صعب يعني برضه. هي ما لهاش علاقه غير كده، لكن هو للاسف بيبصوا لها بطريقه تانية، ان انت لا ده ممثل ده اكيد بياخد فلوس كتير، ده جاي يهرج، ده جاي كذا كذا كذا. انت ليك بالسي في وليك بالشغل وليك بالوقت وليك بالنتائج اللي هتاخدها في الاخر. صحيح، مالكش بتضييع الوقت. صح. طيب ما ينفعش ما تبقى معانا وانت اهلاوي كبير. ايوه يعني هوان ده، وما نسالوش على توقعاته الماتش السبت. شفت بقى هجيبك بقى للحته، لازم اختم معاك ب يعني زي ما بيقولوا حدث الساعه. ختامها مسك. عايزك ان شاء الله الاهلي لازم يكسب، لازم، وان شاء الله هنكسب. بس هيبقى ماتش رزل يعني، رزل فنيا ورزل حماس ونفسيا. لا رزل فنيا طبعا. فرقه الهلال عايزه تتعادل، مش هتهاجم خالص، لانها لو هاجمت هتخسر. الاهلي لو مش هتفتح خطوطها قصدك خالص، هتقرفنا ال 90 دقيقه ورا. فلازم الاهلي يكون هادي وماسك كوره وما يستعجلش. طب تحب نجيب جون بدري؟ بص انا هسالك بقى كراجل، ولا تحب اصل خلي بالك في ناس تقول لك الجون بدري ده خطر. ليه؟ لانه الهلال هيفتح خطوطه ويهاجم، وانت مش المفروض ما تستقبلش اي هدف. انت مش عايز تستقبل اي هدف. فهل شايف ان الجون بدري ده مصلحه للفرقه، ولا الجون يتاخر بس ده هيبقى على اعصابنا، ولا الجون يتاخر نجيب جون وشكرا؟ لا شايف ايه؟ الاهلي يجيب جون في بدري طبعا، يهدهم بدري، خلص عليهم اربكهم، اعرف ان انت مش هينهزر. حتى لو الخطوط فتحت وبدا الهلال يهاجم، انا عايز الهلال يفتح. الروح المعنويه بتاعتك هتقطعتهم. انت بالظبط يلا خلاص، عايز تعمل عايز تضغط من الدقايق الاولى. قطعت 50%، جبت جون في اول 5 6 دقايق. النادي الاهلي دايما بيعمل كده، لو جبت جون في اول 5 دقايق الماتش هيفتح، مفتح بيت هم هيرتبكوا، هيقول لك هناخد الثاني. طب هاجم الاهلي عارف يلعب بقى، لان خلي بالك الاهلي لما في فرق بتفضل مقفله قدامه كده بتضايقه. انت الحمد لله احنا محملوك الدقيقه 90 يعني 95 وكل حاجه صحيح، والهدافع قدامها هيخسر كده كده. بس الاهلي بيحب اللي يلعب جيم مفتوح. صح. طب هتحضر المباراه ولا ايه؟ نفسي. تذاكر راحت. حلو. لا رد حلو. تذاكر بس. لا رد حلو، استني بس. اتخطفت. لا رد حلو، قال لي بص بيقول لك ايه، نفسي. رد حلو. كان بقى ملحقتش. يعني ملحقتش صح؟ ملحقتش. ده مفيش خالص. طب ده يدل على ايه ان انت ملحقتش تذاكر؟ ده يدل ان الناس عايز تروح الماتش. بيقولوا خمس دقايق كانت 50,000. وطبعا لازم نشكر وزير الشباب والرياضه، ان هو وزير الداخليه طبعا. وزير الداخليه طبعا، ان هم سمحوا بالاعداد دي والتنظيم، وماسكين في جماهير الاهلي، ولازم جماهير الاهلي تروح تشجع. بس طب لو ما حضرتوش في الملعب هتحضروا فين؟ هتفرج عليه بقى مع اي حد من اصحابي او في بيتي بقى مع نفسي كده. عايز تركيز الماتش ده، ومش عايز حد فعلا. لا ماتش صعب، ماتش صعب. اقول لك بصراحه، هو الناس كلها معظم الاهلاويه كانوا فاكرين الاهلي اوت من البطوله. معلش اوت، كلنا اوت.
اللي ساعدك ماتش سان داونز والهلال اتعادلوا وانت كسبت القطن هناك أربعة وكسبت مش عارف ايه، فلا فانت جات لك هي بشاير حلوه عامه الحاجات اللي عملها الحسابات الرب الكونيه دي انا بشوفها. ما كناش يعني انا قلت الاهلي خلاص اوت يعني ماتش سان داونز تتعادل وتتغلب هناك وتتغلب من الهلال خلاص والله يعني. ربنا عالم بنوايانا احنا والله ناس طيبين قوي. بص انا هقول لك حاجه من هنا، الاهلي لو عدى ان شاء الله باذن الله هيعدي احنا هنلعب فاينل باذن الله يا معتز، ونكلمك على التليفون بقى نقول لك لا ده انا في الافكار هكلمك انا ماليش علاقه بالكل بس هكلمك هنلعب فاينل ان شاء الله ان شاء الله. معتز دلوقتي بيجري بس بجد مره تانية سعداء ان انت ضيفنا وسعداء ان انت ما شاء الله متالق، وفكره بقى الشغل الجانبي يمكن دي هتكون فتره بعد كده وباذن الله ما تبقى نجم كبير ويبقى الدخل اكبر هتفتكرها وتبقى فتره انت يعني بتفخر بيها كمان. ربنا يوفقك باذن الله. انا مبسوط ان انا معاكم وشرف لنا اكون في قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده اللي انا يعني معظم اصحابي قال عارفين انا قد ايه اهلاوي صميم باين عليك واتمنى الفوز ان شاء الله يوم السبت والشفاء للكابتن محمود الخطيب. كل سنه وانتم طيبين. مبسوط انا كنت معاكم وشرفتنا يا معتز. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل بقى هنتنقل من الفن ونجمنا الكبير ونروح بعد كده للرياضه وللكوره. هيكون معانا بعد الفاصل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري عشان نتكلم عن كل شيء، هنتكلم عن مباراه يوم السبت ونستطلع معاهم حتى الاراء، اراء النقاد واراء الفنيين بس بعد الفاصل.